السائلة تقول في هذا السؤال: أمي تعتبرني مقصرة في عدم حفظي للقرآن الكريم، ولكنني دائما أقرأ والحمد لله، ولكن لا يوجد من يقوم بتشجيعي على الحفظ، فهل علي إثم في ذلك مع أنني والحمد لله ملتزمة بالحديث الذي ما معناه: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت؟ السؤال يعني أن أمها تلومها تقول ليش ما تحفظ القرآن؟ نعم. أقول إذا كانت المرأة لم تقصر في تعاهد القرآن حفظا عن ظهر قلب أو قراءة بالنظر فلا يثم عليها، ويقال للأم: ما دامت الزوجة مطيعة لله عز وجل ورسوله، قائمة بما يجب عليها من حقوق الأقربين وحقوق الزوج، فلا لوم عليها، ولا ينبغي أن تلومها في عدم حفظها للقرآن. وحفظ القرآن قد يكون صعبا على بعض الناس، لا سيما المرأة المتزوجة التي تكون مشغولة بزوجها وشؤون بيته. نعم.